وعايز اخش معاك بقى على الفصل الاخير من الفيلم ده ومن حياه داني دي لويس. في حاجه كان قالها في انترفيو حلو قوي مع تشارلي روز، قال ان القصر او السرايا اللي هو عايش فيها في الاخر دي عامله زي الهرم. الهرم ده كان الفرعون الاله كان بيبني لنفسه علشان الناس كلها تمجده، بس الهرم ده في الاخر هو ايه؟ هو تابوت. القصر او السرايا دي هي كده، هو بنى قبر كبير او تابوت كبير لنفسه مش اكتر. فالنهايه حلو بتاعت قوي. داني دي لويس ان هو حقق كل حاجه، وعم بنى البيت اللي كان بيحكي لاخوه ان كان في بيت بيشوفه وهو صغير وكان نفسه يبقى عنده بيت زي ده. ده مشهد كومبليكيتد جدا، ابنه لما يجي له وبرضه بيرفض ابنه، ما تفهمش هو بيرفض ابنه برضه ليه؟ هل هو عايز يدوس على اي حاجه بتحسسه ان هو انسان، او حاسس ان هو لو ربط نفسه باي حاجه بيحبها فده ضعف، عايز يدوس على اي حاجه من جواه؟ I have a competition in me. I want no one else to succeed. Train it! Train it, Eli, you boy. وعايز اخد رايك في النهايه خالص، القتل البشع اللي عامل زي بتاعت سبيس اوديسي برضو، الضرب اللي ضربه لايلاي بنفس الشكل، الايب كان بيكسر فيها العظم في الاخر. احساسك كان ايه لما قتل ايلاي بالشكل ده؟ واخر كلمه بتاعت I'm finished، اللي هو انا اول مره شفت فيلم في السينما I'm finished، والمزيكا دخلت قلت ها؟ كنت حاسس ان اتضحك عليا شويه، حاسس ان في حاجه ناقصه لحد ما ابتدي افكر في فيلم اكتر وانا مروح من السينما للبيت. بس كلمه I'm finished بعد ما قتله، هل كان لازم يقتله عشان يبقى I'm finished، انا خلاص خلصت على اي حد كان عامل لي اي نوع عداوه، انا كده انتصرت على الجميع؟ هل ده I'm finished؟ What is finished؟ I'm finished من ناحية إيه؟ I'm finished. And protect those whom you would destroy. You are too late. My blood now flows through your veins. خلينا برضو ناخد من فكرة الهرم اللي أنت لسه قايلها. جوني جرينوود في لقاء لما كان بيحكي، لما بول توماس اندرسون اتواصل معاه وقال له انا عايزك تعمل لي المزيكا، قال له انا عايزك تعمل لي مزيكه فيلم رعب وكانه فيلم بتعمله لدراكولا. بول توماس اندرسون بيقول ان انا ما كنتش قادر اشوف وانا بكتب شخصيه دانيال غير شخصيه دراكولا، فكره مصاص الدماء. ومصاص الدماء دي بتتجلى بقى في كذا حاجه. اولا في القصر اللي هو اتعمل ده، في قصر كده غريب مانسيون، تحس ان هو القصر بتاع دراكولا برضو ترانسلفانيا بالظبط. وزي ما هو زي ما دراكولا بيمص الدم بلاد، فده بيمص الاويل اويل الميلك شيك، صح؟ ففرضوا بارلل بين البلاد والاويل. تيجي بقى تخش البيت برضو بيسترجع لك البيت ده، تحس ان هو في حاجه من السيمترية اصلا مش مريحه. يعني لما بتشوف حاجه كوبريك بيعملها كتير سيمتريكال قوي، تبقى مشكله. كوبريك بيعملها، ده اللي كنت عايز اقوله. واصلا اوضه البولينج دي بتفكرني بالرودها بتاعت الفندق بتاع ذا شاينينج، نفس الالوان نفس الكالر باليت. وعايز بقى هنا يعني الفت نظر الناس لحاجه مهمه جدا، اي فيلم فيه لعبه البولينج لازم تقف. لعبه البولينج دي ليها رمزيه مهمه جدا جدا، وهثبت لكم بالدليل. Jesus. You said it, man. Nobody fucks with the Jesus. The Big Lebowski مثلا. The Big Lebowski، مواطن ومخبر وحرامي، كانوا بيلعبوا بولينج. أي فيلم بيعتمد على فكرة العبثية الأبسورديزم والعود الأبدي بيستخدم البولينج كلغة سينمائية عشان يعبر بيها عن فكرته. كرة البولينج شبه الصخرة بتاعت سيزيف دي، وبعدين انت
تحدف الكوره تروح موقعه وبعدين تروح ايه جايه تاني تنزل تنزل تاني وبعدين نلعب تاني. وفكره بقى اي هاف ا كومبيتيشن ان مي، تعال نشوف الفرش بتاع بيته هتلاقي ان هو عامل تو لينز مع انه هو مفيش حد عنده، هو بيلعب مع نفسه، هو كل حاجه في البيت مزدوجه، هتلاقي اللمبات مزدوجه، في بابين ما تعرفش ليه في بابين هنا وهنا، في تو لينز يعني في حارتين للعب البولينج. فا اي هاف ا كومبيتيشن ان مي دي تجلت قوي في الفرش بتاع البيت بتاعه. فبيجي بقى ايلاي وبنشوف الريفنج بقى بتاعه، بيضربه بتاعه البولينج وكاميرا لو انجل كده وانخبطه نفس المومنتم بتاع تكسيره للصخور في اول الفيلم. وبعدين لما بيقول ام فينيش في مزيكا بتشتغل، المزيكا دي هي المزيكا اللي اشتغلت مع لما الواد اسمه ايه ده اتش دبليو عمل البتاع بتاعت البير بتاع ساندي مرة نفس المزيكا. I'm finished. فانا بشوف ان هو قال I'm finished، ولكن الحقيقة هو ما الموضوع ده ما بينتهيش، الموضوع ده عبسي وهيفضل يتعاد، وهتفضل القصة دي تتعاد في كل حتة وفي كل الأزمنة. كل حتة الرأسمالية دخلتها بقى عموما.